وللأسف أغلب الناس، أغلب الناس للأسف الشديد بيزوجوا بناتهم لمن يرضون جيبه ورصيده، ده بيزوجوه طوالي، ممكن يزوجوه بدون ما أزون ذاته، لأنه شغلة يعني شغلة بقت مناظر مادية، وبقى الزواج عند أكثر الناس إلا من رحم الله فشخرة زي ما الناس ذاتهم بيقولوا. واحد قال المهر ما بعرفه كم، 500 مليون، وأدوا أم العريسة 250 مليون، أم العروسة وأبو العروسة 250، أظن ماشي يعمل له مزرعة، وداك أدوه كم وداك أدوه كم، في النهاية بتاخد لها شهر وطلقوها بتجي راجعة، لأنه زواج ما انبنى على الدين ولا على الأخلاق. والناس اللي بيركزوا على الأموال قالوا دول فيهم شبه من اليهود، لأنه اليهود جنهم مال، لا بيعرفوا دين لا بيعرفوا إيش، بس مال. والناس كمان اللي بيركزوا على الجمال بس دول فيهم شبه من النصارى. أما المسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل اللي بيتقدم لك من ترضون دينه وخلقه في زوجه، وقال للمرأة اللي أنت بتختاره عشان تتزوج تكون لك مرأة وزوجة صالحة، قال فاظفر بذات الدين. وزاد الألباني رواية صححة، فاظفر بذات الدين والخلق، والخلق حتى دي في المرأة، الدين والخلق تربت يداك، دي في صحيح الترغيب والترهيب. يعني الراجل يكون عنده دين وأخلاق، والمرأة عندها دين وأخلاق، والأخلاق الصالحة من الدين. لكن ليه الرسول صلى الله عليه وسلم يفرق بيناتها؟ لأنه ما أي زول حافظ قرآن عنده دين، في زول تلقى حافظ قرآن صم لكن تلقى بيطوف بالقبة، وإذا عتر بدل ما يقول يا الله خلقتني تنجدني وتبزعني يقول يا حسن وتحسون أنجدني وابزعني، ده ما عنده دين ولا عنده أخلاق، لكن حافظ قرآن بس بس يشتغل، لكن ما فاهم أي حاجة في الدين، ده ما عنده دين، وده أخبص وأكعب زول ما تدي بيتك، الزول اللي ما بيعرف ربنا أوعك تدي بيتك، وزول اللي عقيدته في غير ربنا ده ما تدي بيتك، لأنه إذا كان زول ظلم ربنا الخلقه ما يظلم بيتك اللي اديته ليه وكيف؟ إن الشرك لظلم عظيم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ما يتضرر من جراء هذا الظلم كما قال العلماء. المسألة الثانية الأخلاق، ولازم الراجل والمرأة يكون عندهم أخلاق عشان يعيشوا، لأنه الحياة الزوجية دي ما فراش بس يا جماعة ولا جماع بس، كثير من الشباب يفتكروا الحياة الزوجية دي بس فراش بس والموضوع انتهى، الحياة الزوجية دي فيها ولادة وفيها مستشفى الدايات الساعة 2 صباحا بيودوك والله، وتمشي تبيت برا في الشتاء وفي البعوض جنب المستشفى، انت لو ما عندك اخلاق بتفرتك الشغله من 6 شهور او من اول يوم اذا ما عندك اخلاق. والنساوين ديل الا من رحم الله عقولهم يعني بتتقلب، بالذات في فتره الحيض وفتره الحمل وفتره الولاده والاربعين، حتى اذا عندها دين واخلاق اخلاقها بتضيق في ايام معينه، ده اذا كان عندها دين واخلاق، فما بالك إذا ما كان عنده دين أو ما عنده أخلاق أصلاً. عشان كده الرجل اختار تمام ذات الدين والأخلاق أولاً، ثانياً بعد ما يختار ذات الدين والأخلاق لابد يتعلم الصبر. العرس داير صبر، ما يقول لك والله دي منغبة وحافظة كذا وحافظة صحيح البخاري، تفتكر أنت خلاص اتزوجت بنت الإمام أبو حنيفة. يا ناس النساوين دائرة الصبر، عشان كده الضحاك لما فسر قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال من أسفه السفهاء النساء، الموضوع ده موضوع صعب، فداير من الرجل صبر وداير من الرجل حكمة. وليه ربنا جعل القوامة في يد الرجل ما جعل في يد المرأة؟ الرجال قوامون على النساء، لأن الرجل أكثر وأشد صبرا من المرأة. المرأة لو كان القوامة والطلاق في يده ممكن تطلقك في شبشب ما جبتوا لها، تطلقك بالثلاثة ولا بالعشرة ذاته، لكن القوامة في يد الرجل، لأن الرجل لابد يكون فاهم وصابر. أما الرزق وربنا يرزقك ده على ربنا يا جماعة، ما في زول يخاف على رزق زول ولا تخاف على رزق روحك، لأنه الله رزقك أنت ده وأكلت وشربت وبرطعت في الواطة دي بيرزق غيرك برضه، الله رزقك أنت بيرزق غيرك، شكرا ربنا قال نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم في آيتين ربنا قال كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن ابن آدم هرب من رزقه، هرب ورزقك ده كنت ما دايره
وجريت منه غادي، قال لأدركه رزقه كما يدركه الموت. الموت يدركك ولا ما يدركك؟ أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكون الموت يدركك. يلا الرزق ده زي الموت في إدراكه لك، لابد تأكل آخر طراضة مكتوبة عليه، مكتوبة لك قبل ما تموت، فما تشفق بس أسعى. وإن شاء الله يعقد الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى يبارك للعروسين ويبارك فيهما ولهما ويجمع بينهما في خير.